السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن طريقة تسجيل في قرعة جرين كارد، يعني فيزا الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في القرعة. يعني الرابط تحت تجدونه إن شاء الله تحت الفيديو، أخرجكم في هذا يعني في هذه الصفحة. ما عليكم إلا الدخول، يعني هنا والدخل والكابتشا. ما بعد ما عليكم من إدخال يعني معلوماتكم الشخصية، يعني هنا يطلب منكم أنكم على الأقل تكونوا تحصلتوا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، يعني تكونوا كملتوا كأطوار يعني ابتدائي أساسي الثانوي، يعني تكونوا على الأقل حصلتوا على شهادة البكالوريوس. يعني جينا اسم العائلة، يعني الاسم، تاريخ الازدياد، يعني اليوم، الشهر، السنة، يعني ذكر أو أنثى، مكان الازدياد، يعني البلدية أو الدائرة أو البلد. يعني لازم تكونوا مرفوقين بالصور، يعني يكونوا يطلبوا منكم يعني صوراتكم، صورة شخصية، العنوان، بلدية، يعني ولاية، يعني رمز البلدي، البلد، رقم الهاتف، يعني رمز الدولة، والرقم، أي ميل، يعني كل واحد باش متحصل، سكور، سيدي باتر أو ماريي، ديفورسي، عدد الأطفال، ودير كونتي، ولا بركة، يعني هذا كل شيء أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.